حفل طبعا يعني تحمسنا انه اكيد اوكي، مع انه يعني حفل لا يبغى الربح، ولكن انا بآمن انه كل فنان ضروري جدا يقدم هيك نوع اعمال. طبعا طبعا اكيد. يمكن الجمهور الكويتي دائما في بعض الفنانين يكون عندهم تخوف من الجمهور الكويتي، وشو ممكن تكون ردة فعله وتفاعله ايضا مع الفنان؟ شنو سمعتي عن ذائقة الجمهور الكويتي؟ لا انا ماني خيفانه، ما سمعت طبعا غير انه الجمهور الكويتي جمهور حساس ومتذوق للفن مش كموسيقى بس. انا بعرف انه ليت اللي بحبه كثير الفاشن الديزاين، عم يصير كثير جدا معارض نحن كلبنانيه عم نجي عم نتواجد فيها، عم ناخذ مشاركه كبيره بالكويت. انا ماني خيفانه، انا لا اكيد انا عندي احساس منيح. انت بين اهلك واخوانك اكيد، والجمهور الكويتي يعني عنده ذائقه فنيه عاليه طبعا، واكيد راح تقدمي له شيء يليق بهذه الذائقه. طبعاً. اليوم نسمع ان الفنانه عزيزه تغني بلغات متعدده، شنو نسمع اليوم بلغة مخالفة أو مغايرة عن اللغة العربية؟ بدك تسمع بالطلياني مثلا؟ نسمع إيطاليان؟ طيب إذا بتعرفوها غنوها معي. صدقينا إحنا إسباني مو إيطالي. طبعا لا توهي تطلعي تعرف ولا بعرف إسباني كمان. أنا كنت أتغشمر صراحة يعني. ما تقولي لي هندي أتليست. طيب نعمل في غنية طليانية اتشهرت هلأ جدا من وراء مسلسل ما عرف إذا حضرتوه على نتفليكس اسمه ماني هايست، فرح غني مقطع منه تقول بيلا تشاو. يعني عطينا دو. اونا ماتينا مي سونو الزاتو Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E chi sento di morire. اليوم الفنانة من يغني خلينا نقول بالإيطالي لازم يتعلم هذه اللغة، ولكن أو أنه يكتفي بتعلم كلمات هذه الأغنية فقط. طبعا لا، إذا كل أغنية منحبها بلغة مختلفة ما نقعد نتعلم اللغة بتاخذنا سنين وسنين. معنا أنا بحب اللغة الطليانية جدا. بس لا، أنا إذا حبيت أغنية لنقول بالإسباني أو بأي لغة حتى تحفظي المفردات هذه أرماني ما عندي مشكلة أحفظ الغنية. يعني مرة تعلمت أغنية بالبورتوغيز وكمان اللغة يعني جدا مختلفة. صحيح. بس كمان هيك تعلمت بحاول أفهم شو عم بيقولوا كمان بالضبط عشان يوصل الإحساس يعني. طبعا أتليست. طبعا فإيه أغنية بدرسها يعني. لا ما بدرس اللغة. صحيح. عزيزة، احنا نعرف ان عزيزة اسم الفني. صح صحيح. ليش اخترتي عزيزة بالضبط وتتوهم على عزيزة؟ مبين قبل شوي بالفيديو. عزيزة هي مقطوعة موسيقية للفنان للموسيقار محمد عبد الوهاب. نعم. وأنا لما تعلمت غني أو تعلمت أعزف أو حس باللحن تعلمت من الموسيقار محمد عبد الوهاب. فلما جيت لأختار اسم فني يمثلني، يمثل مين أنا، من وين جاي، شو العالم اللي بنتمي له، يلي هو عالم المزيج بين الشرق والغرب يلي قدمه. صحيح. الكبير. نعم. عبد الوهاب. سو طلعت عزيزة معي. عزيزة اسم كبير بالنسبة لصبية صغيرة. دائما بيقولوا لي انه مفكرنيكي اكبر، فكرنيكي ما بعرف غير، فبطلع لهم هيك which is good contradiction. حلو لان اسم. صحيح. قديم نوعا ما، اسم كبير وقديم جدا. صحيح. لامرأة معاصرة. مثل ما شايف يعني دائما. اليوم الفن ينقسم الى فن طربي والاغاني الحديثة العصرية. اليوم انت توجهك نوعا ما تميلين الى الطربي. صراحة هل هو تقدير منك لهذا الفن ولا حبك لهذا الفن؟
لأقول لك شغلة، أنا بآمن أنه لتقدر تبني موسيقى جديدة معاصرة أو تعمل مزيج أو شو ما كان، لازم تجي من باك جراوند، من بيس أساسي صحيح. متين يلي هو الطرب بالنسبة لي بهاي الحالة، يلي هو الطرب يلي هو والدي عرفني على عالم الطرب. يعني أنا نبقى نروح على المدرسة عم بيسوق فينا، يحط لنا وردة، يحط لنا أغاني، يعني فيروز صباح صور بيت، هذا البيت بدمي. والدك له علاقة بالفن ولا؟ والدي كان مغنياً كمان إيه. بس ما كمل بالمجال، أنا أخذ دوره يعني أخذ عنه. ما كان معروف ولا ما؟ لا لا ما نعرف، ما كفى حرب وعائلة وبتعرف يعني بأيامات أيامات صعبة. بس لما ربيت أنا على هذا الجو اللي هو الطربي خلص تشربت هاي الموسيقى. ولما كبرت صرت لا أتعرف على أنماط موسيقية غربية، أنماط جاز، روك، كلاسيكال ميوزك، وصرت أنا هيك أدمج من هون شو بيعجبني هون شو بيعجبني. بس الأساس هو المكس طلع لنا في عزيزة المكس في النهاية. طيب شايش نسمع شيء طربي؟ نقول نازم غزالي ولا؟ أوه يلا، شو بتحبي غنية لنازم غزالي؟ شو محضرة؟ ما رح هلا نعمل نازم الغزالي لأنه طلبتها، يعني ما فينا زعالة. رح أعمل مقطع من أغنية أنا بحبها، بس مقطع جدا صغير لأنه عنا كتير أغاني لنلحق. لا ديل تمام. يعني أقول وقد ناح، أقول أما لغات ولهجات ايضا. اللهجه العراقيه، لحظه، اللهجه العراقيه منيحه يعني في مطارح كان يحتاج. طب خليني ابلش كويتي. اليوم من 2010 بداتي مشوارك الفني صح. في برنامج استوديو الفن، استثمرتي ظهورك الاول في هذا البرنامج؟ استثمرت باي معنى؟ بس ظهورك الفني شهرتك نوعا ما؟ لا يعني صراحة برنامج طبعا كان محطة انطلاق بلشت منه، كنت بعدني مني محترفة إذا بدك، كنت بعدني حالمة، واخترت برنامج استوديو الفن لأطلق صحيح. أو أفوت شوي على هذا العالم، أتعرف على عالم الموسيقى وعالم الاحتراف. ولكن مظبوط يلي صار هو بعد استوديو الفن لما أنا كملت مشواري لوحدي وعملت عزيزة اللي هو اسم فني مثل ما حكينا. أنا لما بنيت هيدي الشخصية يلي اشت من بعد استوديو الفن، هون بلش إذا بدك بلش الانتشار والشهرة تدريجيا صحيح. يعني اللي هي كمان عنار، أنا دايما بقول عم بطبخ بطبخ حالي هيك عنار. بس بس خطواتك بطيئة عزيزة. خطواتي بطيئة يمكن، ولكن حذرة جدا. ما بيهمني كون عم نزل أغاني
وكل سنة أو كل ست أشهر أو كل يومين نزل أغنية والناس ما تدقرها أو ما تحكيها أو يمكن أنا ما تعبر عني صراحة. يعني كرمال هيك أطلقت بال2014 كان عندي ريليس لألبوم عزيزة يلي أنا كتبته كله، وبعدين بال2016 نزلنا صلاة الزين مع ميشيل فاضل يلي أنا أغنية جدا فخورة بهذا التعامل. صحيح. وهلأ عندك بال2019 بس هذه الخطوات أغنية. ممكن تكون يعني ممكن ما تخليك بمصف اللي انت تنافسين فيه الفنانات اللي مثل ما يقولون صف اول. لا صراحه انا كنت عم بشتغل قبل لوحدي، يعني يمكن كمان خطوات بطيئه لان ما كان عندي المنتج، ما كان عندي مدير الاعمال المناسب، ما كان في احد يدعم بشكل صحيح. صحيح. ولكن من 2016 من يا صلاه الزين انا حاليا مع المنتج ومدير الاعمال امين ابياغي مع ستار سيستم، وهلا رح تبلشوا تشوفوا وجود اكثر ان شاء الله على الساحة. من يعجبك من الفنانات اللبنانيات نقدر نقول؟ صبوحة. صباح. صباح طبعا. اي طبعا. احنا نتكلم جدا مأثرة. اكيد صباح ما حد راح يتكلم. صباح وفيروز ما حد يتناقش اذا يسمع او لا. اتكلم اللي بعده. يونج جينيريشن يعني الجينيريشن الجديد. طب انت مين بتحبي؟ انا ممكن اقول احب الحاليا حابه نانسي عجرم، يعني خصوصا مع حياتها وستايلها. اي طبعا. مريم فارس ممكن، وانت؟ اوكي بحبهم كلهم. ما عندي يمكن في شخص بحس في كثير من اغانيها من ستيلا بالبقله كنت انا يلي هي الفنانه كارول سماحه جدا جدا بحب اغانيها مثلا. بس ليش ما نقول المطربين اللي في الجيل هذا الشباب يعني؟ اي يعني حتى لو الجيل الاول خلينا نقول الجيل راغب علامه طبعا انا مأثره بعمرو دياب. يعني بعتقد من يلي they set إذا بدك the pop. تحبين مدرسة عمرو دياب؟ جدا. ما هو أنا بالنسبة لي هو مدرسة هو pop. أسطورة بروحه. صحيح. بالتسعينات والثمانينات يعني خلق كمان موسيقى pop معاصرة مهضومة باسمه. بحب مثلا إحساس الفنان مروان خوري جدا كمان بحب أغانيه إحساسه عالي. حلو. أنتوا بلبنان عندكم الأغاني اللي خلينا نقول اللي يغنونها صاحب الصوت الجبلي او الاغاني التراثيه تحبينها؟ ايه بس بحب القديم يعني بالاغاني الجبليه التراثيه قديمه بدك اذا تعرفين اكيد. يلا نشوف هلا شبيبي مو محضرين معي شيء بس فينا نقول لو فالت مثلا سميره توفي يلا نسمع في اغنيه رف الحمام نعرفها؟ خلينا نسمعها. رف الحمام مغرد يا لالا بجوز ولا فرداوي يا لالا كانك ناوي يا قبيب يا لالا طران قلبي ناوي رف الحمام مغرد يا لالا بجوز ولا فرداوي يا لالا كانك ناوي يا حبيب يا لالا طران قلبي ناوي كانك ناوي تعذبني حط الله بيني وبينك وترجع يوم تجربني وترميني بطرف عينك حبيت هويتك فيها تصدق عن جد والله وايد حبيتها دائما مغنيه سميره توفيق ست الستات طبعا احنا اليوم المطربين والمطربات يخوضون مجال العراس احياء الحفلات خلينا نقول حفلات الزواج بلبنان شلون الوضع عندكم ايضا في اقبال من قبل المطربين على احياء حفلات العراس طبعا يعني بتعرف انت هلا صرنا بعصر الموسيقى ما بقى بتبيع ما بقى ببقى شو بقولوا انه كمدخول انت كفنان ما بقى بتعتبر انه فيك تبيع موسيقتك بالضبط. يعني وصلنا لعصر لايف او السوشيال ميديا ونحن حاليا اكيد كفنانين كلنا موجودين بالاعراس موجودين بالحفلات الخاصه بالمهرجانات وانا مشاركتي جدا عاليه بالاعراس ان كان بلبنان او بخارج لبنان باي ذا واي انا كنت بعرس بالكويت من شي سنه هون بالكويت كانت اول مره بغني بالكويت بس بحفلة خاصة وكان جدا جدا تفاعل جميل بدي وجه تحية لجميع السيدات اللي كانوا بهذا العرس لأنه عن جد
من أجمل ليالي أنا لألي بالخليج كان هذا العرس. نعم، يمكن عزيزة بتكلم قبل شوي كنت نتكلم عن البرامج الخاصة في مسابقات نقدر نقول غنائية أو اكتشاف المواهب للفنانين اللي في بداية مشوارهم حاليا على المستوى عربي. بتكلم شلون تشوفين هذه البرامج حاليا؟ هل فعلا قاعد تخدم الصوت اللي يستحق انه هو فعلا يكون الصوت الخليجي والصوت العربي؟ بدك رايي بصراحه؟ اكيد طبعا. هلا لا شك يعني مثل ما انا قدمت وقت على استوديو الفن لحتى الاقي محطه بلش منها. طبعا هدول الاصوات ان كان ذا فويس ان كان عربس جت تالنت كان بلبنان بالعالم العربي او بالعالم بمجمله كثير منيح طبعا، ولكن يلي انا لاحظته انه طلع هالصوت طلع صوت جميل جدا، غنى الناس حبته انشهر لفتره، ولكن بعدين يلي هن جدا قليل يلي قدروا يكفوا ويتابعوا يعملوا شيء من هال من هال. بس هذه مو المفروض انه هو الشخص نفسه هو اللي خلص يكفي مشواره؟ طبعا يعني هو البرنامج الهدف منه اكتشاف الموهبه. مزبوط. اوكي تم اكتشافها، خذ الشهره الحلوه، انت تبلش فيه لانه صعبه تشتغلي لوحدك، صعبه تشتغلي ما يكون عندك انتاج وما يكون عندك عزيز. خلا غير لك السؤال، ايه البرامج هذه هل هي تجاريه ولا هي لبناء الفن واستخراج مواهب؟ سوري طبعا تجارية. انا بالنسبه لي طبعا تجارية، ولا يهمها انه والله لما بدك تقدم هالمواهب ولكن ما تتابعها، ما تقدم لها جايدنس، ما تقدم لها انتاج، ما تقدم لها شيء، تتركها هيك يعني بيطلع بينشهر بينبسط 3 4 اشهر وبعدين تلاقيه انه ضاع. بس هم معدين هذا البرنامج ما يقولون احنا راح نمسك بيدك، احنا نقول لك نبرزك في محطة معينة وانت تتوكل على الله وتشوف. انا بالنسبة لي البرنامج الوحيد يلي قدم مواهب يلي هي هلا هن يعني اذا بدك اكبر فنانين العالم العربي هو استوديو الفن، لانه كان جدا منفذ لحتى لا يضوع هالموهبة وبعدين يتبعها لبين ما صار عنا هاد يعني استوديو الفن وبس. لا مش انا عم بحكي بوقتها. هلا تغيرت الدنيا، تغير الحياة. اتس نايس، حلو تقعد تتابع وتتسلى، بس انا ما عم بلاقي نتيجه من بعد. انه وينهم تتابع وتتسلى؟ انه ايه انه اتس انترتيننج اتس نايس، بس انه بعدين انه وينهم تتسلى يعني برنامج؟ طبعا بس مو مشروع ترفيه يعني. مو مشروع طبعا. انه عندي يعني مثلا عندي ابو، انه اكزامبل ابو اطلق اغنيه صحيح سوري انه مكسره الدنيا بالعالم العربي، اغنيه ما في حدا ما في يرددها ويغنيها. عالميا وصلت حتى اجانب قاموا يغنوا. صح عالميا، ولكن انه ما طلع من برنامج، طلع لوحده في يوم وليله، نقشت معه وعمل اغنيه جميله طالت الناس. هي ضربه حظ انا ممكن اسميها. طبعا ضربه حظ يعني دفنتلي. واذا عندك كاركتر بالضبط، هو الفنان يحتاج شغلتين، انه هو يعرف الجمهور شنو الحين الستايل اللي هو يحبه، وبنفس الوقت ستايله هو، فيدمجهم مع بعض ممكن يطلع له بشيء وايد جبار. طبعا تكوني صريحه وواضحه مع حالك، ما تغيري حالك كرمال الفن او كرمال اي شيء. شلون يعني صريحه وواضحه؟ كون حالك، ما تغير حالك. تعاملك مع الناس مثلا، تعاملك مع الناس على المسرح، كيف تحكي، كيف تلبس، كيف مين انت يعني. بعرف للاسف ناس جدا بغيروا حالهم او بيروحوا على اكستريم ميجرز او بيعملوا عمليات تجميل ليقدروا تفت ان يكونوا بمطرح ما. نعم. ناس تقفرون. شنو عندك اغنيه انجليزيه؟ عندي كثير. نعمل ويتني هيوستن. yeah. شيلا ويتني هيوستن، مع انه كان على بالي دندن لك 3 دقات صوتي. ايه بعدها بالضبط. بعدها بالضبط يعني. هيت نعمل I will always love you. If I should stay, I will only stay in your way. But I go, and I know I'll think of you every step of. And I will
وحشني عمي تغير بشوفك وتشوفني والقدر خلوه كامل الكويت الحبيبة جامل وجابك علشان يا بلي وجابك علشان اي والله مفاجأة. اليوم الفنان ايش كثر يطلب منه التدريبات على النفس الطويل لأداء الأغنية بالشكل الصحيح؟ الفوكاليز جزء لا يتجزأ من ديلي روتين. صارت معنا تدريب متى؟ ايام ستار اكاديمي لما نشوف الكلاسات. صح مزبوط معهم احنا بس ما نمشي الموضوع. صحيح قدموا هذا الروتين للناس حتى صحيح. الناس صاروا بيعرفوا هلا بالفوكاليز انه فوكاليز او سولفاج. وانا اصلا بشتغل مع وديع يعني وديع ايه. ابي رعد كمان بدي اوجه له تحيه هو الممرن الصوتي الحبال الصوتيه جبار. بس كمان بدي اقول لك شغله انه كثير مهم تمرين الصوت وتمرين الجسد بالنسبة للمغني. يعني أنا عندي هذا الروتين بحياتي سبور يوغا فوكاليز يأثر دايت أوقات كتير بحب الأكل جدا صعب يأثر على الأداء إيه طبعا يعني لما بكون عاملة سبور وطالعة على المسرح نفسي بيكون غير لما بكون مثلا كتير مسافرة مني راكدة مني مرني نفسي بالسبور بيتغير جدا صحيح عزيزة أنا ما نسيت ثلاث دقات ولا أنا يلا بس أنتم ما عم بتساعدوني أنا ودي بصراحة ما عندي مايك بعدكم خجلانين ما عندي بدك يعطيك ألف عافية شكراً ويسلم هالصوت وقود لك إن شاء الله باكر في الإيفنت بكرة إن شاء الله بالشهيد بارك بدي أدعي جميع المشاهدين اللي يلاقونا بكرة بتمام الساعة 8 7 ونص أكتشلي في حديقة الشهيد في حديقة الشهيد رح يكون كونسرت وأمسي جداً مميزة بوعدكم جميل إحنا ختمنا معاك هذا اللقاء ولكن نبي ختام حلقتنا بصوتك اللي تبينه اسباني اذا تعرفين سولو ايه واحنا نقول حق مشاهدينا يعني تصبحون على خير
هذه كانت حلقتنا اليوم، استمتعنا بوجودكم معنا وبمشاهدتكم خلف شاشة الاي تي في برنامج عسيف. صراحة قبل ما يعني غني إسباني عبالي كان غني يا صلاة الزين اللي هي أغنيتي، نختم فيها هدية لمشاهدينا ولجميع الموجودين بالكويت الحبيبي. نسمع. يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الحلوين، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الكويت، يا صلاة الزين ليلتنا حلوة ومخليها رب القدرة ومنورها، يا اخوان أمارة وقصدنا صلاتي السين يا صلاتي.